بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. المسألة الأولى أنهم لا يعدلون عن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وتحكيم سنته بعد وفاته. الثانية أنهم لا يجدون حرجا مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم أو قضت به سنته الثابتة، بل إن المؤمن يعلم أن هذا خير له، أن هذا خير له وأسلم لذمته وأبرأ لذمته. والثالثة يسلم تسليما، أي ينقاد انقيادا. فنفي الحرج هذا من القلوب، والتسليم هذا الانقياد في الظاهر، فينقاد لحكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فلا يتحقق الإيمان عند الخصومات إلا بهذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول التحاكم إلى شرع الله، الأمر الثاني عدم التضايق مما قضى به الشرع المطهر ولو كان قد حكم على الإنسان، فإنه يرضى بذلك ولا يتحرج منه. والأمر الثالث أنه يسلم وينقاد لهذا ولا يتلكأ هذا. ونأخذ من هذه الآيات أو من هاتين الآيتين مسائل كثيرة، منها أن الإيمان لا يصح ولا يتحقق إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا يتضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وثانيا يؤخذ منها أن الطاعة والمعصية مقدران من الله عز وجل، أن الطاعة والمعصية تجريان على الإنسان بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، لقوله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في قوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بقضائه وقدره. فالرسول يطاع بقضاء وقدر ويعصى بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، فالفعل من العبد والتقدير من الله عز وجل. وهذا فيه رد على القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد خيرها وشرها لا يدخلان في قضاء الله وقدره، وإنما هو أمر مستأنف منهم. ثالثا يؤخذ من هاتين الآيتين الاستعانة بالله تعالى في القيام بطاعته، قوله تعالى: بإذن الله، أي بحوله وقوته وقضائه وقدره. فالمؤمن لا يكمل نفسه وإنما يستعين بالله عز وجل. يؤخذ أن من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ظلم نفسه، حيث عرضها لغضب الله عز وجل، قوله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم في بهذه المعصية وهي طلب التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. يؤخذ من هذه الآيات مشروعية الاستغفار من الذنوب، وأن الله يغفر لمن استغفر.
فاستغفروا الله، والاستغفار طلب المغفرة، وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله، بل يستغفر الله موقنا بأن الله يغفر له، والله غفور رحيم، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يؤخذ منها أن الإعراض عن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إساءة في حقه صلى الله عليه وسلم، يعتذر إليه منها في حياته، لأنه قال جل وعلا: جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حق له حقوق على أمته، منها أنهم لا يتحاكمون في وجوده وحياته إلا إليه، وبعد وفاته لا يتحاكمون إلا إلى ما جاء به من عند الله كتابا وسنة، وأن من أعرض عن ذلك فقد أساء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. يؤخذ منها أن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم للمذنبين سبب لمغفرة الله لهم، لأن الله أمره أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله جل وعلا قال له: وصل عليهم، يعني يدعو لهم، فإن صلاتك سكن لهم. فاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لهما مزيتان، لأنهما صادران من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قريب من ربه عز وجل. يؤخذ منها أن طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، لأن الميت لا يطلب منه شيء، لا الاستغفار ولا غيره، فيدل هذا على أن المقصود بالمجيء إليه مجيء إليه في حياته، لأنه يستغفر لهم. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستغفر لأحد. ويؤخذ من هذه الآيات وصف الله جل وعلا بأنه تواب رحيم، وهما اسمان من أسمائه يتضمنان صفتين من صفاته، وهما التوبة والمغفرة. ويؤخذ من هذه الآيات إقسام الله بنفسه الكريمة لتأكيد نفي الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا هو الصادق، وإن لم يحلف وإن لم يقسم، لكنه أراد بذلك سبحانه تأكيد هذا الحكم وبيان أهميته. يؤخذ من هذه الآيات الاحتجاج بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المجيء إليه تحكيم لسنته، المجيء إليه في حياته والمجيء إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالتحاكم إلى السنة باقي ولو توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا دليل على الاحتجاج بها كما سبق. فتحكم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل نزاع فيما شجر بينهم، وما من ألفاظ العموم، سواء في العقائد، في المذاهب الفقهية، في المناهج الدعوية، في الأموال، في كل شيء. يؤخذ منها أن من علامة صحة الإيمان طيب النفس بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم استثقال ذلك. ويؤخذ منها أن عدم طيب النفس بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الانقياد له من علامات النفاق ونقص الإيمان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.